برحب بحضراتكم مرة تانية مشاهدينا في تاني فقرة معانا النهاردة، ومعانا فقرة أخبار النهاردة. هنبدأ معاكم بالحالة المرورية مع أستاذ محمد صابر، محرر شؤون المرور بالإذاعة المصرية. صباح الخير يا أستاذ محمد. أستاذ أميرة صباح الخير، أستاذ إسحاق يوم طيب لحضراتكم، يوم طيب للسادة المشاهدين الكرام. صباح الخير يا فندم، عايزين حضرتك تطمننا على الحركة المرورية النهاردة. خلينا طبعا في البداية يعني احنا حابين نطمنكم ونطمن السادة المستمعين ان الحركة المرورية احنا في خلال فترة الذروة الصباحية انها على وشك الانتهاء الان. معدلات السير فيها النهاردة ما زالت حتى الان متوسطة على عدد من المحاور. كان بتقابلنا بعض الشيء النهاردة واللي ما زال بيتم تصفيه كثافاته في نطاق محافظة الاسكندرية، وخاصة في محور فيكتور مانويل المتجه لمناطق كيروسيز مول، وايضا بعض الشيء في مناطق كورنيش الاسكندرية عند منطقة خالد ابن الوليد. اما بالنسبة لباقي محافظات الوجه البحري والابلي والطرق المؤدية اليهم ما زالت حتى الان بتعمل بشكل طبيعي، او تحديدا المحافظات المجاورة كمحافظة الاليوبية. بتقابلنا بعض الاحجام النهاردة اللي جاي من مناطق ميت نما وداخل على مناطق المؤسسة. قطاعات الطرق الدائرية ما زالت محاورها بتعمل بشكل طبيعي عدا مناطق الأعمال اللي هي أعلى مناطق المنيب والقنيسة. بالنسبة لمحور 26 يوليو الأحجام ما زالت حتى الآن بتتوافد عند منطقة ناهية اللي جاي من أكتوبر والشيخ زايد ونازل على ميدان لبنان، عشان كده بيفضل سلوك محور رود الفرج حتى تنتهي فترة الذروة الصباحية. بالنسبة لمحافظة الجيزة الأحجام النهاردة ما زالت حتى الآن في شارع السودان أمام محطة مترو الجامعة، كل اللي نازل من كوبري فيصل دلوقتي ورايح مناطق المهندسين والدق وبيسمعنا، خلينا نسلك النهارده شارع الجامعة ونطلع كوبري الدقي، ومن كوبري الدقي ندخل جامعة الدول العربية، ومن هناك بنكمل رحلتنا. اللي المحور ده هيكون هام جدا في هذا التوقيت، هيكون بديل كمان عن شارع شارلي دوجو اللي هو شارع مجلس الدولة اللي رايح ميدان الجلاء، ده في أعمال تطوير هناك، وبالتالي يبقى احنا تجنبنا منطقة الأحجام. بالنسبة لي كوبري 15 مايو من ميدان السفنكس بعض الكثافات اللي رايح مناطق الزمالك، هنستخدم كل اللي خارج من الجيزة، نستخدم كوبري الجلاء، كوبري الجامعة، كوبري عباس، كوبري الساحل، كوبري أكتوبر، مازال حتى الآن اللي خارج من الجيزة متجه للقاهرة بيعمل بشكل مرضي. بالنسبة لمحافظة القاهرة الأحجام النهاردة بتنحصر أعلى كوبري العروبة، كل اللي خارج دلوقتي من كوبري الفردوس وصلاح سالم وداخل على أرض المعارض بعض الشيء، ممكن نستخدم محور النصر هيكون أفضل حالا، وكذلك بعض الشيء في مطلع كوبري حلمية الزيتون اللي جاي من مناطق المطرية ومتجه دلوقتي إلى مناطق التجنيد وكذلك متجه لمصر الجديدة. ممكن نستخدم كوبري سرايا القبة هيكون أفضل وهيكون بديل جيد جدا أيضا عن كوبري الحدايق اللي جاي من مناطق سكة الويلي والزاوية وبيسمعنا ورايح شرق القاهرة، نستخدم كوبري سرايا القبة ده هيكون أفضل حالا. كورنيش النيل الأحجام في النهاردة كل اللي خارج دلوقتي من مناطق المظلات ومعهد ناصر ومتجه لوسط المدينه، لا نسلك النهارده شارع شبرا. اما الكباري اللي بتنقل الحركه المريه اللي خارج من القاهره متجه للجيزه جمعها النهارده متوسطه، وما بننصحش بتغيير اي مسارات سوى الاماكن اللي ذكرناها للساده المشاهدين الكرام. تمام، احنا بنشكر حضرتك استاذ محمد صابر محرر شؤون المرور بالاذاعه المصريه، شكرا لحضرتك يا فندم. ومن الحاله المروريه الى حاله الطقس اليوم، وكل الاخبار بتؤكد ان هو النهارده بدايه طقس غير مستقر، وهيبقى في امطار على معظم الانحاء من خفيفه الى متوسطه، وقد تصل الى امطار رعديه، والاكثر من كده فكره الاتربه، ويمكن من بدايه اليوم في القاهره الكبرى في تشم كده ريحه تراب في الجو. فالنهارده بقى اللي عنده بقى الجيوب انفيه، حساسيه صدر، مش عارف ايه الكلام ده، يخلي باله جدا 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 ياخد الدواء بتاعه، لان موضوع التراب ده بيأثر بشكل سلبي كبير جدا. ومن بكره الخميس ان شاء الله هيبقى فيه انخفاض بقى في درجات الحراره شديد، يعني ياخد معاك الخميس والجمعه واعتقد السبت كمان، ومن يوم الاحد ترجع الحاله تستقر. انت عارف ان احنا خلال الفترة اللي فاتت كان في حالة عدم استقرار في اوروبا بشكل كبير جدا، فاحنا ايه بينبنا من الحب جانب يعني، فبيقولوا لنا حالة عدم استقرار في الاحوال الجوية صاحبها سقوط امطار رعدية احيانا ونشاط للرياح تكون مثيرة للرمال والاتربة على بعض المناطق، ومعظم مناطق القاهرة هيكون حالة الطقس في النهار دافئ، اما الطقس ليلا شديد البرودة على
كافة الأنحاء، ودرجات الحرارة في معظم المحافظات هتبقى قدام حضراتكم حالا على الشاشة. مكملين مع حضراتكم مشاهدينا أخبارنا، والخبر عن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي لدولة الكويت الشقيق، بيقول حريصون على استقرار الدول الخليجية الشقيقة. الرئيس عبد الفتاح السيسي التقى أمس مع الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، وصرح السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس شكر أمير دولة الكويت على كرم الضيافة، وأكد حرص مصر على استقرار وأمن الكويت وكل الدول الخليجية الشقيقة. كمان الأمير نواف صباح سمن الدور المصري البارز في تعزيز آليات العمل العربي المشترك في مواجهة الأزمات والتحديات الراهنة بالمنطقة، وده بيعد نموذج بيحتذى به على الاستقرار والنهوض بالأوضاع التنموية والاقتصادية والاجتماعية في كل الوطن العربي مش بس في مصر. دايما مصر بتكون ليها دور، إنها بيتقال كده طالما في استقرار في مصر فده بيكون له صدد في الاستقرار على مستوى دول الخليج والعكس كمان، وده اللي سمنه الأمير أمير دولة الكويت الأمير نواف الصباح. كمان من أخبارنا النهاردة اللي تخص يعني حبايبنا في الثانوية العامة، الخميس المقبل آخر موعد لتسجيل استمارة الامتحانات. عارفين استمارات امتحانات الثانوية العامة فتحت من يوم 25 يناير وتنتهي يوم 24 فبراير بعد غد إن شاء الله. فيعني بنرجو اللي من الطلبة بيشوفنا دلوقتي أو من أهالي الطلبة دلوقتي في ثانوية عامة ومسجلش استمارة الامتحان، أرجوه اسرع وسجل استمارة الامتحان قبل آخر يوم، يوم الخميس إن شاء الله. إحنا بنتكلم يوم بكرة يعني؟ هو 24 بكرة. يبقى بكرة. أنا آسف إن أنا بقول بعد بكرة، ده بكرة خلاص، يعني بكرة آخر يوم يا شباب، فنخلي بالنا اللي ما سجلش الاستمارة يسجل آخر يوم بكرة إن شاء الله. احنا معانا خبر تاني مشاهدينا، الحقيقه انا مش عارفه يعني هو اهم يضحك وهم يبكي زي ما بيقولوا. امبارح الناس كلها كانت عماله في كوميك كده على الفيسبوك، امبارح كان تاريخ مميز، كان 22/22/22، كل الناس كانت متوقعه يحصل لها حاجه بقى حلوه ويحصل لها حاجه مختلفه، واختلفت الاراء، كل اللي حصل معاه موقف كويس واللي حصل معاه حاجه زعلته. لكن الحقيقه مصر حصل معاها موقف، انه امبارح الساعه السكانيه سجلت لحظه وصول سكان مصر ل 103 مليون نسمة، يعني دي نسبة كبيرة قوي. اتقال كده الخبراء بيقولوا انه كل ما الانتاج المحلي اسحاق بيقل نسبة الفرد بتقل فيه، فبيحصل مشكلة بسبب الكثافة السكانية. احنا مشكلتنا مش بس في كل 20 ثانية بنستقبل عائل جديد، كل تخيل انه النسبة اللي بيقولها اسحاق مظبوطة، كل 20 ثانية مولود جديد. كمان قالت انه في خلال 7 شهور بس احنا زدنا مليون نسمة، يعني المليون خد معانا 7 شهور بس. فجم قالوا طب ما الصين اعلى مننا 15 مرة في نسبة السكان، وقالوا ان مساحة الارض عندهم اقل، لكن هم عندهم فرق عننا كبير جدا. هم عندهم انتاج، عندهم الناس ما بتقعدش من غير شغل طول الوقت، كل الناس بتشتغل كبار وصغيرين، وده بيعوض شوية. احنا محتاجين شوية ان احنا نبدأ نتأهل لسوق العمل بشكل كبير. بس خلي بالك هم عندهم قيود على فكرة زيادة عدد المواليد، يعني مش واحد يروح يجيب 3-4 عيال و5 عيال و6 عيال. بس السؤال دايما بسأله أميرة ومش لاقي له إجابة، لو حد يعرف الإجابة أرجوكم ابعتونا، ليه كل ما المستوى الاقتصادي قل، يعني كل ما انا مثلا بقبض قليل قوي او خلف كتير، خلف كتير، انا مش لاقي لها اجابه. يعني واحد مثلا مستوى الاقتصادي كويس تلاقيه جايب عيلين، تلاقي واحد يقول لك انا على باب الله وعندي مرض وعندي مش عارف ايه وبتاع ايه ومش شغال والدنيا بايظه، يقول لك هيجيب رزق، يقول لك هيجيب رزقه. طب ماشي، طب مفيش حاجه، يعني في كلمه هيجي برزقه دي على فكره علاقه ليس لها علاقه بربنا، ولا ربنا قال لنا كده في اي حته. يمكن هو مستسهل الموضوع على اساس انه مش بيكلف نفسه في انه يصرف على تعليمهم او يكلف نفسه انه يدي في مثلا في انشطه او في نوادي، فحاسس الموضوع بسيط. لا لا لا، ده بيعاني جدا اللي بيجيب 4 و5 عيال ودخله قليل جدا، بيعاني جدا وبيقعد يعني يذبح، يعني يبهدل نفسه وشغل واثنين وثلاثه ويقعد هنا ويروح هنا.
عشان بس يجيب للعيال اكل وشرب، يعني مش عشان يعيشهم كويس، عشان بس ياكلوا ويشربوا. فايه الفكره ان انت حالتك الاقتصاديه تعبان؟ يعني ليه كل واحد يجي يقول لك انا تعبان جدا 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 بس وعندي 6 عيال؟ ليه؟ طيب يعني برضو مش لاقي لها إجابة. يعني أنت عندك حق، وكمان إحنا محتاجين تحرك مش بس من الدولة. يعني الدولة لو هتبدأ أنها تأهل الناس أن هي تتعلم حرف أو مهن أو أن هي تروح تتجه لاستصلاح الأراضي أو تتعلم. أنا عايز أقول لكم النسبة دي السكان جوا مصر لسه إحنا لينا في مصريين برا. يعني لو حصل زي ما حصل في كورونا يا إسحاق وبدأت الناس ترجع تاني لمصر، فأنتم متخيلين الوضع هيكون عامل إزاي. فنتمنى أن يكون في وعي من قبل الأفراد، مش بس نستنى ان الدولة هي اللي تتحرك لوحدها. تمام. من اخبارنا النهاردة، مجلس النواب يوافق نهائيا على قانون الاماكن المؤجرة لغير غرض سكني، وده خلاص تم الانتهاء من هذا القانون، وهيتم اخلاء الاماكن المؤجرة اللي هي القانون القديم للشخصيات الاعتبارية خلال 5 سنين. أرجوكم ركزوا معايا عشان قلالات الضمير كتير في الحتة دي، وعمالين يروجوا إشاعات ملهاش أي 30 لازمة. بيقول لك إن الحكومة قالت أو مجلس النواب قال إن أي حد واخد قانون قديم هيدوله مهلة 5 سنين ويمشوه. لا يا سيدي، أي حد واخد شقة إيجار قانون قديم مش هيمشي منها. إحنا بنتكلم على الشخصيات الاعتبارية. إيه هي الشخصيات الاعتبارية؟ الشخصيات الاعتبارية كان واحد مأجر مثلا مساحة شقة كبيرة، مساحة حاجة كبيرة كده، قانون قديم باسم شركة، باسم ملجأ، باسم مركز مش عارف إيه لرعاية إيه، باسم معمل تحاليل. كل دي اسمها شخصيات اعتبارية، كل دي اسمها شخصيات اعتبارية. أنا يعني لما بنيجي في العقد مش مكتوب فيه من مثلا من مينا نصحي عبد اللي مش عارف إيه كذا لفلان، لا، هي مكتوب فيها من ملجأ أم النور للأيتام مثلا لكذا، يعني في شخص اعتباري. فدول هياخدوا 5 سنين لإخلاء المكان، وهيسترد المكان لصاحب العقار مرة أخرى. طب والقانون القديم بقى، الخناقة اللي ما بين المالك وما بين المستأجر وبقالنا سنين بندور على، لا، يبقى الحال كما هو عليه وما فيش أي جديد فيها. أنا ليه بقول كده وعمال أكد وعمال أبسط؟ لأن أنا شايف ناس، أنا بعيد تاني إن هم قلالات ضمير، عمالين يخوفوا الناس ويقولوا لهم اي حد واخد شقه ايجار قديم هيسيبها غصب عنه وهيدوله مهله. مفيش الكلام ده، مفيش حاجه حصلت، مفيش قانون بيقول اي حاجه، ولازال العلاقه ما بين المؤجر والمستاجر في القانون القديم لازالت زي ما هي، مفيش اي مشاكل لسه ومفيش اي جديد فيها. دي خاصه بالشخصيات الاعتباريه. تمام إسحاق. معانا خبر تاني بيخص قناة السويس والمنطقة الاقتصادية تبع قناة السويس. بيقول الخبر إن رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بيتابع موقف المشروعات المنفذة والمرافق بمنطقة اقتصادية قناة السويس. عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اجتماع مع رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس عشان يتابع موقف المشروعات المنفذة والمرافق والبنية الأساسية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس. كمان اتكلموا عن منطقة العين السخنة. خلال الاجتماع استعرض المهندس يحيى زكي رئيس الهيئة العامة لتحويله لأكبر ميناء محوري في منطقة البحر الأحمر لخدمة حركة التجارة العالمية. كمان اتكلم عن الجهود المبذولة لجذب الاستثمارات للعمل في المنطقة دي، مستعرضا عدد من العروض اللي تلقتها الهيئة للاستثمار في مجال الهيدروجين الأخضر. الهيدروجين الأخضر دي حاجة هنعتمد عليها بعد كده بدل المواد البترولية الأحفورية، هنبدأ نستعملها علشان خاطر هي صديقة للبيئة ومش بتسبب تلوث كبير. فعشان كده كان رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بنفسه اهتم انه يتابع المشروعات اللي بتتنفذ حاليا. كمان من أخبارنا، كمان أكد رئيس الوزراء أن الأحداث العالمية تؤكد ضرورة الحفاظ على كل شبر من أراضينا الزراعية. طبعا الخناقة أو الحرب الدايرة النهاردة ما بين روسيا وأوكرانيا، واللي أدت إلى ارتفاع سعر البترول إلى أمر غير مسبوق قبل كده، اللي أدت إلى يعني مشحنات على المستوى الدولي في كتير جدا من المجالات، ده خلى يعني الدول تفكر بشكل مختلف. بس أنا عايز أقول لحضراتكم على حاجة.
طب هو ليه دكتور مصطفى مدبولي بيقول ان ده يخلينا نتمسك بالرقعه الزراعيه؟ لان انت بتستورد القمح من هناك، الحته دي جزء ده من العالم اللي هو في روسيا وفي اوكرانيا اللي هي كانت زمان دول الاتحاد السوفيتي، الجزء ده بس بينتج قمح 30% من العالم كله، يعني انت جزء كبير جدا من القمح اللي بيجي لك جاي من الحته دي، بتجيب من امريكا وبتجيب من حته تانية، لكن الحته اللي ناحيه روسيا واوكرانيا دي بيجي لك منها جزء كبير جدا، فلما ال 30% دول يحصل في مشكلة هيحصل مشكلة في العالم كله. انا بس بفكر حضراتكم ان من اعتقد من شهرين فاتوا الرئيس كان قال حاجة مهمة جدا، انا كنت بحضر كده لما كان بيتكلم اعتقد عن توشكا وكان في افتتاحات هناك، فقال جزئية مهمة جدا، قال انا الفدان اللي بنتجه هنا في مصر للقمح يتكلف اكتر ما انا استورده، يعني يتكلف اكتر ما انا استورده، يعني مثلا اردب القمح هنا بجنيه لكن انا ممكن اكون بجيبه من بره ب 75 قرش مثلا، يعني بقول مثلا تمام ب 100 جنيه بجيبه من بره ب 75 جنيه، طب ايه اللي يخليني اتكلف؟ خليني اتكلف عشان املك قوتي، عشان ما حدش يذلني، عشان ما حدش يساومني على شويه القمح على رغيف العيش بتاعي، فالتمسك بالرقعه الزراعيه، توسع الرقعه الزراعيه، رؤيه الدوله المصريه، انا بقول الحقيقه ومش بجامل احد لكن بقول دايما شابوه للدوله المصريه ان هي فكره ان يبقى عندها رؤيه، يعني مش بتنفذ او مش بتتصرف بناء على اللي بيحصل في العالم، لا انا عندي رؤيه ان اذا لو حصل في العالم حاجه زي كده فانا يبقى عندي ارض زراعيه، وده اللي حاصل دلوقتي، الحفاظ على الرقعه الزراعيه بالعكس وتوسعها في كتير جدا من الاماكن ولا سيما طبعا مشروع توشكا. معانا خبر مشاهدينا بخصوص التوترات اللي ما بين روسيا واوكرانيا، بيقول ان بايدن متحدون مع الحلفاء من اجل حمايه اوكرانيا والاتحاد الاوروبي بيفرض عقوبات على روسيا. قلنا قبل كده ان اي حاجه هتحصل هناك هتاثر علينا، عشان كده احنا حريصين ان احنا نتابع اول باول اللي بيحصل. بالنسبه للرئيس الامريكي قالت ان روسيا ضربت بكل الجهود اللي اتعملت عرض الحائط، وكان في بعض التحركات من الدول الاوروبيه، كان اهمها ان استدعت الخارجيه البريطانيه سفير روسيا في لندن امبارح لبحث الوضع في اوكرانيا بعد ان قرر رئيس الوزراء البريطاني فرض حزمه من العقوبات بتستهدف اقتصاد روسيا. كمان وزيرة خارجية بريطانيا قالت ان وزراء خارجية دول مجموعة السبعة وافقوا على حزمة من العقوبات القوية ضد روسيا. كمان الاتحاد الاوروبي اعلن معاقبة 27 شخص وكيان روسي لتهديدهم اوكرانيا. في المقابل بقى ان الرئيس الروسي قال ان بلاده لازم هتاخد موقف، وان هي بيبرر موقفه انه موسكو في مرمى الصواريخ النووية الاوكرانية فلازم هتاخد موقف. كمان قالت ان هي كانت مهتمة بتنفيذ كل الاتفاقيات قبل كده لكن أوكرانيا ما التزمتش، عشان كده هو لازم ياخد موقف. نتمنى طبعا يعني حلول سياسية إن أمكن في الفترة اللي جاية، لأن الموضوع هيبقى كبير جدا وهيدخل في إطار لا يحتمله العالم، العالم خارج من كورونا عنده تضخم وعنده اقتصاد تعبان، العالم كله بتكلم يعني. على العالم كله، فلما يدخل كمان لحرب يعني على السطح ما بين روسيا وما بين أوكرانيا واضح أنها تستمر شوية اللي جايين، فربنا يستر الفترة اللي جاية. لسه معانا فقرات مهمة النهاردة نتابعها مع حضراتكم لكن بعد الفاصل.